يعني هزغرط لك ولا طبل لك عشان هتعرف ان انا ابراهيم الاكتم؟ يا سلام، ده اللي بيهزر من ورا الباب الخشب ده باماره العلقه اللي كلتها امبارح في السيده زينب. طب وده اماره من المنطقه كلها عرفت ان انا اتروقت من امبارح. اديني اماره ثانيه. اماره ثانيه؟ اه باماره الشنطه. يا حبيبي الاكتم، حبيبي الاكتم، ارجع. نعم ارجع يا عم الامور. الله الله الله، انت نسيت ولا ايه يا لمبي؟ مش احنا متفقين انك هتعمل كبيري وقدوتي وتيجي معايا تخطب لي الليله؟ اه اجي معاك اخطب لك الليله. انت ما تعرفنيش غير لما اكون في مصلحه. لما اكون في مصلحه تعرفني. خلاص بقى يا لمبي بقى. خلاص بقى صح؟ دوختني عليك 13 عشان دين صغير في رقبتك. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضحك ايه يا؟ فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ يا لمبي عيب عيب. عيب عيب، وانا بقول لك كلام سكس. فين يا ال 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاكش؟ اه. لان انت كده بقى بتعمل عليا فرده وبتبلطج عليا. يا لهوي. فين ال 15 جنيه؟ فين ال 15 جنيه؟ والله العظيم هطلع لك من اخرك ثلاث اخوان ومراخينا. لا لا خدهم. على ما عفنا. خلاص. اخد انت بقى صاحبي وحبيبي وجدعنا. يلا بينا يا عم على نهر. ده كله كان امبارح جبن حرمان وقاسيه. اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير. بص يلا بقى حقنتكك من عند عمك زقرم لان حاجه منجحه. السلام عليكم يا عم زقرم. مرحبا يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجله. النبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجهه يعني. علينا. يبقى بني ادم يعني. انت تؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده. حاسس ان في حاجه غلط. بس شايف الوجاهه؟ وجاه وجاه. وحيت ابوك الحلو كده. والله يا انت هتشكر بذوقي؟ بذوقي؟ عيب. وخدها يا احمد. 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك. عشان خاطر اللي عندك انت حاين ان انا نوطك في ليلتك يا احتم. ايه ده يا لمبي؟ انت اخويا بحقه حقيقي يا لمبي. امال ايه يعني؟ اخويا يا لمبي مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا لمبي. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا لمبي. مش مصدق نفسي يا لمبي. ما خلصت الغباوة بتاعت ابوك. مش مصدق نفسي يا لمبي. الاهلي هدي المصطبه. الاهلي هدي المصطبه. اعوذ بالله. اقعد يا عم انت وهو. اقعد. ليه؟ مين بقى العروسة؟ مين بقى في التلات موزز دول عشان ما جيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعة. ياد التلاتة ياد فين ياد التلاتة؟ مين واحدة في التلاتة عني؟ الرابعة يا لمبي. هي دي؟ اه هي. تصدق انا شفت البني ادمين بالظبط؟ ايه ده يا زلمه انت واخد سنك الصوله دي؟ بحبها يا لمبي، بحبها. طب خلاص طب خلاص، يا ريت انك بتتزف بتتبعث، بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا. اللي هتقول لي از؟ لا مفيش از، لازم تضمن حقك. وده واجبي انا عليا كصاحب. ها؟ قبل ما يقف الخطيئه لازم اقول له دي ماده بواقع كمبيالات. كميالات؟ وانا اشتري ثلاجه يا لمبي؟ يا ده افهم، يا دي الثلاجه على الاقل ليها ضمان، انما دي شكلها متخزنه بقالها كتير ملهاش ورق. الدمارك مفيش. فانت ماشي؟ انا بحبها يا لمبي، لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني ما انت كده كده متنيل على عينك ميت. الله، انا عندي تجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا احتم اختنا سمير ارضف، و ربنا سامحنا على الجريمه اللي احنا بنعملها في الكون دي، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستاذن ساعات من حضرتك. على ايه؟ نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله تجي التاسع يوم العيد ان شاء الله.
يبقى شكبه وتكلك تاك شكبه وتكبك. ايه اللي قلت ايه؟ على ايه؟ ايه يا عم اللي ايه يا عم اللي انا ايه اللي حامل اللي في وشه ده؟ دي حادثة قديمة. حادثة قديمة يعني سحبوه من تحت دي جي ولا ايه؟ معلش يا لمبي استحمله عشان خاطر عشان خاطر ربنا هستعمله اللي استعملك انت. معلش يا لمبي خلاص انت عبطني ولا ايه؟ معلش يا لمبي بعد ما انت بجد تتقوي يا لمبي تخلص. واخد بالك يا عم المرحوم؟ احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة وعايزين ندخل الحلة والغطا في بعض. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاع؟ نعم؟ كويس من اي ارتجاع؟ لا يلا يا عم يلا يا عم ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده. ده بيحلم وهو قاعد يا عم. لا طب بنتك الصعب معلش يا لمبي لمبي وزفت ايه؟ عشان خاطري الجوازة دي مش هتسلم يا عم. ما ينفعش ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي. هتخلفه في مفرد الجزمة. انت جاي ابنك انت جاي ابنك لمبي فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطة لمبي؟ والله العظيم كان في مجوهرات ولا في أي حاجة في الشنطة بتاعت الضابط. هاتوه إنما سجنتك يا لمبي عشان تعرف إن أنا عمك أخ أبوك يا لمبي. هاتوه والله بتاعت الضابط مش سامعتش حاجة أبدا. والجوازة يا لمبي يا عم أنا جوازة ما كانت لازم تنتهي معايا الصوتة دي. الله يخرب بيتك. ما تسيبنيش يا لمبي واحدة أنت تتسبب. كما عودناكم أعزائي المشاهدين نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك؟ اسمي اللندي. عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمت سعادتك أن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتدار واسم وإيه لو سمعت؟ غصب يعني غصب عني يعني ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه ساعتك وطردني في الشارع برضه غصب وتدار وانا ما رضيتش اتكلم ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي راح ضربني بالبوان في وشي وراح عضبني من كتفي وراح ظرفني نص كده نزلت على ودن اسنجيت بقى وضح لو سمحت وضح اسنجيت يعني اترشيت ساعتك وانا كان ممكن امد ايدي عليه ممكن اروح اضرب صباعه في زوره واكسر له عصبه رجله انما ما رضيتش لانه ده مهما كان برضه عمي والناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا والدنيا دي يا ساعتك يعني. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيجمنت بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب على علاقه وقشف كخه عايز انا اطلع الطيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقه منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمة لا تفيد واطلب في نهاية البرنامج اغنية لام العزيزة سيد الحبايب يا حنانة نمتع. ثابت يا مسجون اتفضل كده ليه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعات مش لابس طاية ليه؟ بسرعة طلع لسان لسان الطاية يا مسجون لسان الطاية لسان الطاية اهو اهو البس طاية البس طاية اتحرك كله يتحرك شايف
خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خبطة واحدة، نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك. يا سلام تبقى صاحبي حبيبي، تغلط يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك. هعصرك تنسي المساجين صغيرين. أحب أقول لكم إن السجن هنا التزام. احترس احترس مني، هتلاقيني منط لك في كل مكان، في زنزانتك، في فرشتك، في نومك، في حلمك، هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هاتوا لي الكلب ده، هاتوني على مكتبي. ايه يعني انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. واقف تتنطط لي في الطابور زي الكره الجل يا عطري. امشي جنب الحيط، مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب بسرعه. الله يعمل زنزانه، الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه، اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. توزع الزلازل تمام يا فندم، يلا بسرعه. وانت يا ابني التوه، طبعا ما حدش يدخل، اخر ليله تبقى في السجن. يتوزع على عنبر الافراج. يلا خش على الطابور. يا عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروح. ايه؟ ما روحين ايه؟ خلاص يا افراج. يا راجل والله ما كنت حاسس ان انا مريض. اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم، دراعي دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك، خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبية، ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنة اضربها في دراع سعادتك والسرنجة تتني. هدي نفسك يا فندم، العصبية دي مش هتجيب اي نتيجة. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم، انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حالة سعادتك. المرة اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حالة زبط سعادتك. لا لا، الدواء المرة دي مستورد، ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفة يا فندم، يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه، والشفه نزلت 24 ساعه بس، ونطر الثاني لزقت من اخيري. اعمل معروف، انا مش هعيش حياتي كلها بق موارب، البنت مش عارف ابوسها. يا فندم الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا تفتح لي طوارة. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك، بره يا كلب. لا جال. نعم اجازه فيه. نعم اجازه. اجازه؟ ايوه فيه. يعني ايه اجازه؟ بقالي شهر ما نزلتش. شهر ايه؟ بقالك شهر ما يعني ايه بقالك شهر ما نزلتش؟ انا بقالي سنتين هنا ما نزلتش، بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. اسف يا فندم. يعني ايه اجازه؟ اسف يا فندم. ايه الحلال اللي انت فيه ده؟ حاجه غريبه قوي. تمام يا فندم. نعم ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين.
وده الكشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم، بقى سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي. واضح ان اقعد يا ادهم. خلاص ميرسي قلت. الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبه يا فندم لمسجون زنزانه 74، ليه شويه طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفه ابتدت تتحرك بطريقه غريبه وطبيعيه. ايه المطلوب يا ادهم؟ خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. اقعد يا ادهم. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانه شويه اجهزه، يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. اوكي. مش عايز دي في دي؟ نعم. دي في دي؟ دي في دي؟ نجيب له دي في دي؟ هو متهيألي عنده بطاطين كفايه، مش محتاج الدي في دي ده. الموبايل يبقى كده تمام. تمام. بسيطه جدا الموبايل، ايه المشكله يا ادهم؟ نجيب له موبايل يعني. أيوه. على الاقل يتصل بالاولاد كويس، ويبعت يجيب بالمره صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانه، وناخد له زنزانه اجار جديد، واحده بتطل على البحر والثانيه بتطل على الشارع. ده عند امه. عند امه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص يبقى كلامي اتسمع، زيه زي بقيه زمايله. حاضر يا فندم. ادهم اختار مواضيعك معايا واحذر. اتفضل. تمام يا فندم. ادهم لاخر مره هقولها لك، حركه الترقيه اتقربت، خلي دوسيهك يعدي على خير. اظن انت محتاج الترقيه دي عشان ترفع من معاشك. مش هقولك اكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائيه وكملت وخدت ليسانس. صراف. تمام يا فندم. يا باشا بالنسبه لاجازه الصول. اجازات مفيش يعني. انا قلت اجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها، في ظهرها، في كتفها. انا خلاص قلت مفيش اجازات يا هاني. الله. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها، لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني، انا حمشت الموضوع ده عشان خاطر عيونك انت بس. ربنا يخليك يا باشا. انما ارجوك ما تتدخلش في مواضيع تاني. خلاص يا باشا. ما تحرجنيش يا هاني. خلاص اوكي. خلاص يا باشا. يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب اهو يا باشا، وادي الالف كمان يا هاني. في كيلو دور. انت غريب غريب يا هاني انت.